طيب في الأول أحب نعرف عن نفسي. أنا عصام أبو الشباب، فلسطيني من سكان أبو ظبي الإمارات. أنا طبعا أول مرة بدي أجي على أرمينيا، فما كان عندي علم. صرت أدور وجذبتني فيديوهات قرارات السياحة بعددها وتفاصيلها ودقتها. يعني اليوم سواحنا اصطحبناهم إلى جبال أراكات. الفعالية والأكتيفيتي اللي عندنا اليوم، واحد من الشباب راح شو يسموه؟ يجزون جز يحلق الخروف، يسموه جز الصوف اعتقد، صحيح؟ جز الصوف. هنا صاحب الغنم ده يعلمنا يوسف كيف يحلق الخروف. احلق. برافو، عافية عليك. شو عملت يوسف؟ احلقت الغنم. حلو؟ عملية حلوة؟ شو تقول أخ عصام؟ والله رائع، هو أصلا يوسف بدوي. الأجواء بدوي. أجواء رائعة على ارتفاع 2715 متر فوق سطح البحر. رائع الجو والطبيعة رائعة. شكرا قرارات السياحة. حبيبي. يعني رحلة من العمر. حبيبي تدلل. عمل إنساني فقط. نساعده بنقل الحليب، هذا الحليب اللي اليوم حلبوها. جيت الجبال أراكاز مع السواح لنساعده في نقل الحليب. حليب خروف طازج في أرمينيا. إذا وصلتوا أرمينيا إن شاء الله نصطحبكم إلى هذا المكان الجميل. تقدرون تتذوقون الحليب وتشتروها طازج الآن، يعني قبل دقائق حلوة الخرفان. طبعا السواح مالنا اليوم جبناهم إلى جبال أراكاز. الأخ عصام أبو يوسف يقول هذه الجولة تسوى كل الجولات اللي افتريناها. ما أعرف عن جد ولا مجامل. لا لا صحيح، يعني الإنسان شو بده أحلى من الطبيعة؟ يعني شربنا لحم غنم، حليب غنم طازة فورا من الغنم، وأكلنا جبن، أكلنا جبن غنم طازة، واشترينا همنا من الجبن. يعني ما في أحلى من المنتجات الطبيعية وتأخذها قدام عينك. عافية. والأولاد استمتعوا وتصوروا مع الكفار، فبارك الله فيكم. طبعا أخذ ما شاء الله. أنا الجبن اللي أخذها الأخ عصام يجوز شهر شهرين مع 10 كيلو. 10 كيلو. بالعافية عليكم. الله بالعافية. أوعدكم اللي يزور أرمينيا إذا تواصل ويانا ويحب الطبيعة ويحب هذا المشهد، إذا يحب الأغنام والطبيعة، 100 أهلا وسهلا. إحنا نصطحبه إلى هذا المكان ما أقول لكم الرائع، الأكثر من الرائع. أوكي، وتعذرون على هذا المشهد شوية الأليم. أوكي، أنتظركم في أرمينيا. يلا فصل. أنا اللي بتأسف عليه للأخ عصام، قلت له أنا أسوي لك برنامج داخل شو ده يلومني، يقول لي ليش هالمكانات الحلوة توديني. فأريد نسأل الأخ عصام رأيه بصراحة عن الجولات مالته، وبالذات هذا المكان اللي اليوم زرنا فوق جبال أراكاز. طيب في الأول أحب نعرف عن نفسي. أنا عصام أبو الشباب، فلسطيني من سكان أبو ظبي الإمارات. أنا طبعا أول مرة بدي أجي على أرمينيا، فما كان عندي علم. صرت أدور وجذبتني فيديوهات قرارات السياحة بعددها وتفاصيلها ودقتها يعني في اليوتيوب، ولفت انتباهي. كلمت أخ آيك وهايك، وبعدين قال لي رسم لي جدول. قلت له أنا قاعد أسبوع، رسم لي جدول. أنا جدول كتابة يعني ما حسيت فيه، دخلت بتفاصيل. فقال لي كلمة للحين بمخي، قال لي أنا ما راح أعطيك تفاصيل، خليك تتفاجأ. وفعلا أنا اليوم رابع يوم قاعد أتفاجأ خطوة بعد خطوة. كل مكان يأخذنا عليه كل يعني 200-300 متر نتفاجأ وننزل من السيارة. يعني الأولاد كلنا يعني شغلات جذبتني إني أنا كرجل وكزوجتي وكأطفال. أماكن الروعة روعة. أرمينيا جدا حلوة والمناطق فيها رائعة جدا، بس الأسلوب السيد هايك بيشرح فيه وبيأخذنا عليه يكون دايركتلي على يعني للسائح، بتكون فعلا ملفت الانتباه. اليوم جينا للجبل، فبنت صغيرة لأن امبارح ركبت زبلاين وتلفريك، فقالت لي شو في اكتيفيتي؟ حكيت لها ما اعرف، يعني خلني اطلع وانا بثق بسيد هايك وخلني اطلع.
فجينا على تقريبا الحين احنا ارتفاع 2700 2800 متر فوق سطح البحر 2900 تقريبا. وشفنا الطبيعه، شفنا الغنم، شفنا البقر، شفنا الخيول، شفنا طيور نسور. لما انت تشوف هذا الشيء بايديك، يعني انا اول شيء اول جمله قلتها الله يسامحك، وشربنا الحليب طازه فورا، يعني صبينا من الغنم على طول بالكاس، وشرينا جبن 10 كيلو يعني فورا. هسه نصوركم اياه، اوكي، جبن طبيعي غير اللي بنشوفه بالسوبر ماركت، وهي يكون انت عارف المصدر يعني فورا من المصدر للمستهلك. فلما ركبنا السياره قلت له الله يسامحك فعلا، يعني انت يعني ده عاتبني يقول الله يسامحك، يعني صدمت بهاي الشغلات، صدمت بهاي الشغلات المفاجآت. ان شاء الله الجايات تكون احنا لسه بنص الرحله، بنص الرحله، وانا متوقع ان احنا مسلمين ايدينا من هاي لهاي، والايام الجايه وراح نيجي بالشتاء وراح نيجي بعدين ان شاء الله. شكرا جزيلا، احنا بكرة شكرا جزيلا. بكره متوجهين الى داتيف، تعذرني مره اخرى اقول له اعذرني، راح اوديك مكانات اجمل من هذا المكان اللي شفته. اللي ما يصدق خليه يتصل بأرارات للسياحه، رقم الفيديو، رقم الموبايل مالي معروض اسفل الفيديو، تواصلوا بي. لكن مو تتصل بي اليوم تقول لي والله باكر راح اجي، او تتصل بي تقول ورا يومين اجي، اتصل بي مسبقا قبل فد اسبوعين ثلاثة اسابيع افضل، اوكي، حتى اقدر اتفرغ لكم. تاخذ جدول احسن، لو اعطيت وقت برتب لك جدول احسن، حجوزات احسن واسعار رائعه، ونجرب فيكم. شكرا شكرا، بكره تشوفوني معاه ان شاء الله، نشوف لكم المكانات اللي نزورها وتشوفنا مصدومين اكثر ان شاء الله المتوقع. شكرا جزيلا، تحيات. شكرا. وهذه الطبيعه التي امامكم ستزورونها فيما لو اتصلتم مع أرارات للسياحه. السياره عندنا هذه ل عائلة مكونة من 4-5 أشخاص 6 أشخاص لغاية 7 أشخاص، ممكن أن نرتب لكم جولاتكم بهذه السيارة كومفورتبل ميني فان. إيه، وإذا كان عددكم أكثر من 5 أشخاص 6 أشخاص مو مشكلة، قل لي عددنا 10 أشخاص أو 12 شخص، وإن كان 3-4 عوائل 5 عوائل 20 شخص 30 شخص حددوا لي، نرتب لكم السيارة اللي تناسبكم، أوكي. لكن كل هذا يجب أن نتفق عليه مسبقا. تقبلوا تحيات، هاي دانيال أرارات للسياحة في أرمينيا.